راح تكون الأجواء حارة نسبياً نهار اليوم في العديد من المناطق. هاي الليلة راح تكون الأجواء معتدلة، راح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 23 ونسبة الرطوبة منخفضة ورح تسجل 55%. غدا النهار رح ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 33، بالليل رح تنخفض ل 23 ورح تكون الأجواء معتدلة. الخميس والجمعة رح تكون الأجواء حارة مع ساعات النهار رح تسجل في العاصمة عمان 34، بالليل رح تنخفض ل 25 ورح تكون الأجواء مائلة للحرارة. هلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تسجل درجات الحرارة في جرش 23، غدا 35، إربد 22 وغدا 35، عجلون 21 وغدا 33، المفرق 20، غدا 36، الزرقاء 23 وغدا 37، وأجواء شديدة الحرارة. مطار ملك علياء 21، غدا 36، السلط ومادبة 23 وغدا 33، البحر الميت 30، غدا 42، الكرك 23، غدا 33، الطفيلة 22 وغدا 32، وأجواء صيفية. معان 24 وغدا 36 وأجواء شديدة الحرارة، العقبة 29 وغدا 42، رواشد 24 وغدا 40 درجة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، طقس لطيف ورطب ليلاً، أجواء حارة مع ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي خلال الأيام القادمة. هلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.